الشعر على جنب. ها ايش معناته؟ ده يعني معناه ان انت بتستعرضي جمالك وانوثتك، وانك جايبه شعر على جنب وناحيه موجوده وناحيه مش موجوده. ده اغراء يعني. والله مش عايزه اقول بقى عشان الرقابه. جربتها يا رغده وما مفيش فايده بقى، هديكي كورسات بقى. طيب. الشعر على جنب، الكتاف المفروده. بصه الست غير بصه الراجل. لما الراجل بيبص بيبص بكل كيانه للست ويديها احترامه ويبص لها كده. الست بقى الكتاف كده والبصه كده. نعم. دي فيها كده في بس تعالي ممكن تتفهم ان فيها كده شايفه نفسها هي يعني هي في ميل او انثى، فلازم تبقى رقيقه وناعمه. وفي مثلا بصه اسمها بصه الليدي ديانا، الدقن مرفوع لتحت، لا لتحت. والبصه كده اللي هي فيها دلال شويه اللي هو كده يعني. هذه امل محمود قالت لنا عليها كمان لما كنا مع بعض يا سمر. انه هذه نظره توقع اي رجال. اللي هو بقى يعني هي رقيقه وفي نفس الوقت كلاسي، ومسمينها نظره الليدي ديانا. ايش نظرات ثانيه طيب كمان؟ في بقى اللي هي ايه؟ غدا عايزه تاخد الكورس على الهواء دلوقتي. هاخدك بعد كده في الاستوديو نكمل. لا النظرات طبعا ان انت تبقي جريئه بس انثى مهما كنتي، برضو ما ينفعش تبصي على واحد في عينيه وتقولي له تعالى اتعرف عليا. الضحكه بقى تعملي الضحكه دي، في فرق، في انواع ضحكه هقولهم سريعا. الضحكه اللي بتستخدمي فيها المنطقه دي بس، دي اللي هي بتاعت المجاملات العاديه جدا، الميتنج، الانترفيو، الكلام ده كله. الضحكه اللي بيظهر فيها العضلتين دول بيسموها كرو فيت، يعني رجلين الغربان او رجلين الغراب، دي بقى طالعه من قلبك. دي لو ضحكتيها في حفله او بره مصر مثلا، معروفه ان انت بتدعي الاخر انه يجي يغزلك او يتكلم معاكي ويتعرف عليكي. عماله اغششك انا على فكره، بغشش المشاهدين كلهم. ايوه كله مكتوب. فالضحكه دي بتنادي اللي قدامك، ودي تعرفي تفرقيها عن اي ضحكه ثانيه. ودي تعرفيها من الانسان بيحبك، اذا كانوا الحتتين دول هيظهروا العضلتين دول يبقى هو بيحبك، او لو بيضحك من لو ما ظهروش يبقى بيجامل بقى اللي هو ايه كده. طيب يمكن احنا في دراسه المانيه بتقول ان الست بتقلد حركات حبيبها طول الوقت. ده صح؟ من عشر الام. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، مش الست بس يعني، الراجل والست مع العشره بيقلدوا بعض من عشر الام. انت دلوقتي ساعات كتير قوي لما تلاقي اتنين كابل لاقيين على بعض قوي بتقولي انتوا شبه بعض، ممكن ما يكونش في اي شكل بينهم. ده حقيقي. ليه بقى؟ بيحصل حاجه اسمها، في حاجه اسمها رابور او الفه. الالفه دي بتخليكي تلقائي. احنا كنا بناخد كورسات ازاي نعمل رابور مع بني ادم قدامنا. ممكن انت تقعدي وفي لحظه تحركي ايدك تلاقي اللي قدامك حرك ايديه، تدوري تلاقي قدامك، تحطي رجل على رجل هتلاقي قدامك حط رجل على رجل. ده نوع من الالفه، فما بيحصل سيمتريه بينهم او الفه تلقائي بتلاقي حركاتهم بدات تقلد بعضها. بيضحكوا زي بعض. تعليقاتهم حتى على الامور بالزبط. بتبقى زي حتى بعض. في تغييرات في الشخصيه والتصرفات. مثلا لو الراجل ده بيحب واحده وعايز يقول لها انه بيحبها، هتلاقي مثلا بيكلمها في التليفون على حاجات اوريدي هو عارفها، او بيكلمها يسالها على يعني. تاكيد لحاجه ثانيه بيتلكك. هتلاقيه بيعامل صحابها كويس جدا وعايز يجاملهم ويخدم، لو هو مثلا دكتور، لو هو مثلا محامي، لو هو كده. بس ده مده قد ايه رغده؟ والله بصي في الاول قد ايه يعني؟ هو ده انا بتكلم على المقدمات. شهرين بكتير؟ لا لا والله لو حد ذوق بقى شويه هيكمل على طول. انا عندي نظريه ست اسابيع والله دي. لو استمر اكتر من ست اسابيع اذا حب حقيقي. طب ما نعرف بقى من المتخصصين. لا هي عمرها ما كانت بقى بالوقت، لان احنا مثلا في عندنا بادي لانجوج للعلاقات اللي هي العلاقات الزوجيه مثلا. بتلاقي ان بقى في، تعرفي دول متجوزين ولا مش متجوزين، تلاقي في وجوم. نعم. مفيش في لما تيجي تتكلمي الحواجب، بتلاقي اتنين قاعدين بيتكلموا، بتحسي حركه الحواجب او ان انت متحفزه، مش متحفزه، عايزه تقولي حاجات. فرحانين فرحانين وعايزين يلحقوا يقولوا لبعض كل حاجه. طب انت عرفتي كل حاجه عنه خلاص. طيب رغده ابغى اسالك، ساعات في اول اللقاء يعني اول لقاء، اول ديت مثلا، او اول خرجه مع الرجال، مع الرجل والمرأة، بيكون تلاحظي ان الرجل بيقلد حركات المرأة، يعني يجلس نفس جلستها، بيتكلم معاها، يعني كله زي بعضه. هذا ايش معناته؟ ده معناه ان هو حصل ألفة بينهم. ممكن نتكلم برضو عن الألوان. احنا بنعتبر لغة الجسم ان المظهر ضمن لغة الجسم، فبنقول ايه، الستات بيميلوا للون الكحلي بالنسبة للرجالة. ده افتراض. لا ده هم في دراسه كده المعظم، لان ما نقدرش، البادي لانجوج الحاجه الوحيده اللي ما نقدرش نحدد لها نسب معينه. اللون الكحلي. اللون الكحلي. طيب. وطبعا في ستات معروف ان هم بيبصوا على الجزمه والساعه. مثلا ده بادي لانجوج. انا بص شعر. ممكن، بس الجزمه والساعه ده كومن قوي او
مشترك جدا ولونه الكحلي. ايه اللي بيجذب؟ ان الراجل ده بيعرف يلبس ولا لا، من ساعته ومن الساعه والحزام. والحزام في تفاصيل كده. الست مثلا يقول لك مثلا برضو الصندال او السليبر او الجزمه اللي هي لابساها بيبان برضو هي ايه، والمجوهرات بتاعه الست بتكشف الاكسسوارات طبعا. لو هي بتلبس خواتم كتيره يبقى شخصيه مزاجيه جدا. في حاجات بقى تفاصيل تانية بس دي عايزه حلقات تانية. لو بتاعد شعرها بايديها اليمين تبقى هي شخصيه مثلا ممكن تبقى متسلطه، لان ده هرمون الاستروس تيرون بيبقى بيفرز، فهي شخصيه متسلطه شويه. لو بايديها الشمال يبقى ده هرمون البروستيجيرون الهرمون الانثوي، فده برضو كده. ولو الاثنين شويه، لو الاثنين يبقى هي شخصيه ستيبل مفيش مشكله. ساعات كده حتى التسقيف برضو نفس الكلام، لو بالشمال على اليمين او اليمين على الشمال. بس اكيد بقى طبعا الناس هتقولك هقعد ابص على كل التفاصيل دي. نعم. لا بس احنا بناخد الحاجات الظاهريه.